أعلنت محافظة القاهرة المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإقليم القاهرة الكبرى، وأكد محافظ القاهرة أن تلك المبادرة غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ما يزيد على 2000 من محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة، الجيزة، القليوبية، تقدموا وتنافسوا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل، ليتم اختيار 18 فائزا. تم اطلاق هذه المبادرة في خلال شهر أغسطس الماضي، وتم دعوة جميع المواطنين على مستوى الجمهورية ومنها محافظة القاهرة للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، والتي تحمل رؤية مستقبلية لمصر خلال الفترة القادمة من تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال خلق بيئة جديدة صالحة للمواطن المصري. المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خضعت لمقاييس ومعايير محددة، في مقدمتها مدى توافقها مع التنمية المستدامة والحفاظ على البعد البيئي واستخدام التكنولوجيا الحديثة. الفائزين على المستوى الوطني سيتم عرضهم في مؤتمر يوم 3 نوفمبر في القاهرة، اللي هو من ال 162 مشروع اللي فازوا على المستوى الجمهورية سيتم اختيار لجنة وطنية ودولية، يتم اختيار 118 مشروع، دول يروحوا للكوب 27 للعالم، نقول لهم دول سفراء مصر، مشروعات بتوفر حلول مستدامة، حلول مصرية خالصة مستدامة لتحديات بيئية. هي منافسة جيدة جدا في كثير من المشروعات عمل، سواء إذا كانت ليها علاقة بالمرأة أو بالتغيرات المناخية أو بإدارة المخلفات أو بالحد من الوقود. يعني إحنا طبعا باعتبرنا أن إحنا بنهتم أكتر بإدارة المخلفات فمتحيزين شوية لها، لما لها من أهمية كبيرة في الحد من الانبعاثات. 6 فائزون بالمشروعات الذكية الخضراء ضمن إقليم القاهرة الكبرى على مستوى كل محافظة قدموا مشروعات مختلفة على مستوى تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الموارد صديقة البيئة ومعالجة المخلفات بمختلف أنواعها. المشروع نفسه مبني على ان احنا نبعد عن شكل الزراعة المليان كيماويات زي المبيدات والأسمدة الكيماوية، ونرجع للأشكال التقليدية أكتر اللي فيها الحيوانات حتى اللي موجودة في المزرعة بتقدر ترعى على المزرعة، بحيث ان احنا مش بس نهتم بالزراعة ولكن نهتم بالتنوع البيولوجي الموجود في المزرعة بتاعتنا. مشروع 27,000 شجرة قائم على زراعة الأشجار المثمرة والخشبية في 8 محافظات مصرية، والحمد لله تم زراعة 5,000 شجرة مثمرة حتى الآن، وإن شاء الله إحنا كمان بنستخدم المكون الذكي في المشروع عن طريق زراعة البلكونات والأسطح بالنظام الذكي. قبل انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 والذي يحظى باهتمام دولي واقليمي واسع، الفائزون من اصحاب المشروعات الخضراء الذكيه قدموا حلولا غير تقليديه غير نمطيه في مواجهه التغيرات المناخيه، لا سيما في مواجهه تلوث المياه والهواء والحفاظ على التربه. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.